بيساعدنا النهارده بتواجدنا داخل جامعه الفيوم من داخل كليه الاسنان طب الاسنان بجامعه الفيوم. قدمنا فيها ندوه توعويه عن المبادره الرئاسيه حياه كريمه وتعزيز العمل التطوعي لشباب الكليه اللي كان كلهم ما شاء الله كلهم تفاعل قوي جدا، ودي كانت اول ندوه في الكليات العمليه. الندوه سابت اثر لدى الطلبه، احنا حسينا في تفاعل جامد جدا اثناء الندوه، وعدد كبير من الطلبه ان شاء الله يكون كل طلبه الكليه بتشارك وتتطوع في حياه كريمه لتقديم خدمات صحيه لسكان المحافظه. نتمنى ان شاء الله ان احنا نقدم مشاركه فعاله من الكلية، وأتمنى أن كل الكليات على مستوى الجمهورية تقوم بالمشاركة. النهاردة استفدت كتير جدا، كمية المشروعات اللي نفذت على أرض الواقع يمكن أنا واحد من الناس لمسها، وكمية الناس المتطوعة للعمل التطوعي كانت مذهلة بصراحة. وإحنا شفنا ده حاجات كتير بتتنفذ لمسناها في الفيوم وحتى في القرى اللي أنا منها، وحقيقي المبادرة دي غير أي مبادرة عدت، يعني أنا لمسها على أرض الواقع بشكل كبير كبير. طبعا استفدت جدا من الندوة بتاع النهاردة، عرفت كمية المشروعات اللي بتتنفذ في القرى واللي بتخدم أهالينا في الفيوم، وكلها مشروعات ملموسة على أرض الواقع. ندوة كانت مفيدة جدا، عرفتنا معلومات كتير جدا احنا ما كناش نعرفها خالص. عرفت فيها ان احنا في الفيوم هنا بدأنا خلصنا المرحلة الأولى وبدأنا ننفذ في المرحلة الثانية. بصراحة يعني فتحت لنا آفاق كتيرة جدا وادتنا معلومات كتيرة جدا احنا ما كناش نعرفها عن المشروعات اللي بدأت تحصل هنا في الفيوم، تطورات كتيرة جدا بالذات في القرى بني سويف وطمية والأماكن دي. فبصراحة يعني أنا انبسطت ان احنا بدأنا نعمل حاجة زي كده وننفذ حاجات زي كده ونطور في المؤسسات بتاعتنا بالشكل ده.